حاولات كانت تحرق راسها، كانت غطلع من الصباح شحال من مرة كنعس حتى راسها. سمعت فراجلي ويت كنعس معاها ونعدك ونواسيها، كنقولها مازال صغيرة كلشي غيتنسى، كنبقى نواسيها وانا مريضة. ركبني السكر وركبني الطونسيو بسبب هادشي، شدني هاد المرض الله ياخد فيه الحق. عد بنغزي كرفزنا ما حنو، ما كناكلو ما كنعسو ما كنضحكو ما والو. دابا واش ما جبتيش من الداخل ديالك من واحد شوي واحد شوي؟ واش امتى تشد دابا؟ تشد شهر 10 جاري فولي شدو شهر 10 واحد شوي بردت واحد شوي، لكن باقا كنعاني مع الجيران، باقا كنعاني، باقا كلام الناس كلام الناس باقي كيوصلني كيسب كيلحولي. شادين بنتي الحتيت دارت فعلت لي حال فيديوهات كيتفرجوا على داكشي وكيضحكوا بينا محقور، ما كنهزوش راسنا كنمشيو من جنب الحيط. هادشي اللي كيديروا هادشي راه حرام، هادشي اللي كيديروا راه كيدمروا عائلات، راه كتدمر العائله على قدام. شنو ولدي انا ضايع ليا دابا، ولدي عنده 21 ما مبلي ما والو، كيتريني والصلاة ودي درويش مشى هز راسو زاد ان شاء الله يرجعوا ويولي مزيان. هادشي بزاف بزاف عانينا بزاف، وكنشكر الجمعية هي اللي نفعتنا وهي اللي عتقاتنا، هي اللي عتقاتنا الله يرحم والديها الله يكبر بيهم كيكبروا بينا. كانت عندي ديك الساعة 16 عام فين هو استغلني وخد لي دوك الفيديوهات ولا كيهددني بيهم. تعرفت على واحد السيد فيسبوك دوينا، قال لي راني باغي نتزوج، راني عايش في قطر وديجا مزوج ومطلق وعندي بنيه، وملي باغي ننزل المغرب باغي نعاود نتزوج. قال لي واش عجبتيني و ممكن تعرفيني على داركم ندوي معاها في التليفون ومن بعد نجيو دارنا. صافي ودوينا في دوات مع ماما في التليفون، وقال لها راني باغي بنتك للزواج، ولكن ما تخرج ما تخدم ما تشي حاجه، تبقى مريحه في الدار ودير السيف وجلابه وتفرق مع صحاباتها، يعني تبقى بوحدها في الدار. كانت عنده ديك الساعه 28 وانا كانت عندي 16 عام. قنعني يعني كان لي دماغي وقنعني، واغتصبت راسي في هذاك هو كيشوف فيا وانا كان كيسجل ديك ابل فيديو. هو كان شنو كان كيقول لي دير، يعني اغتصبت راسي كنخشي شي حوايج صافي. هو كان كيسجل دوك لي فيديو، ملي كنقول ليه راه غنتفارقوا هادي كيقول لي غادي نشوهك وكيهددني صافي. من بعد ولا كيقول لي سيري خرجي في سدي، هادي راه صحابي غيجيو من قطر سيري عندهم هادي. كنقول ليه لا، كنبغي نقول ليه صافي راه غنتفارقوا، كيبدا يهددني غادي نشوهك غادي نصيفط للعائله نصيفط للناس الفيديوهات ديالك. صافي ملي طلع لي هادشي في راسي صافي نفكر اني نتفارق معاه، وملي تخاصمنا وتفارقنا باش ادوى مع خويا وصيفط لي فيديو ونا تصدعتنا في الدار ودوات معاه ماما. قالت لي شنو كاين علاش خوها نادر هاد الحاله، راه بغى يضرب بالموس وخرجات هربت عند الناس. قال لها راه بنتك بغات تفارق معايا وانا شاد عليها شي فيديوهات راه هي بنت. صافي ملي تقول لي ماما قالت لي اويلي شنو كتقول؟ قال لها الا ما بقاتش معايا راه غادي نشوها. صافي قالت لي ماما راه بنتي ديالك وهادي، وبقات بقيت زعما كتقنعني باش اني نبقى ندوي معاه على ما تحولنا. صافي وملي تحولنا انا بغيت نتفارق معاه، بقيت حامله ندوي معاه. صافي ملي داكشي اللي كان بلوكيتو ويبدا يصيفط للعائله وصيفط للجيران الجداد والقدام، يعني ما خلى لما نصيفط كاين الفيديوهات اللي صيفط لي، يعني كنغتصب فيهم راسي وكل واحد شنو كندير فيه. كنمارس داكشي في التليفون. انا فشديت البكره ديالي ابل فيديو صافي. ومن بعد ولا كيهددني، فكرت انني ندير الشكايه ودرت الشكايه، ما كنتش مقتنعه بها حيت انا كنت باغا نتحرف في الاول. من بعد ولا وليت كنقنع راسي انني ندير الشكايه،
ودرت شكاية و... هو دابا راه مسجون في المغرب. حيت هو دخل هنايا وشدوه. كنتمنى حتى شي بنات اخرين تما يبقاو شي يتيقوا يلوحوا الفيديو ديالهم، حيت هادشي راه كيدمر بزاف العائلات. وشكرا الجمعية انها واقفه معايا المحامي، وقفوا معايا بزاف. يعني كون ما كانش هما راه ما عرفتش نصحني المحامي. نفسي واش كتحسي من نهار قررتي انك ديري الشكايه؟ لا بديت كنتحسن. في الاول ما كنتش مقتنعه باش ندير شكايه، مي دابا حسيت براسي مزيان ملي درت شكايه، ومن انه مشيت دابا